هل الوساطة مثل الرشوة علما بأن الوساطة بدون مال؟ كان الشفاعة والوساطة تقتضي حرمان مستحق لم يجوز. أما كان الوساطة شفاعة في توظيف أو في إعطاء قضاء دين أو ما أشبه ذلك ولا يعلم أنه يترتب لها شيء من أضرار لأحد فلا. الرسول قال اشفعوا توجهم، إذا كان واحد طالب حاجة وشفع له أن يعطى حاجته من قضاء دين أو توظيف محل مناسب فلا بأس بهذا، إلا إذا علم أن يترتب على توظيفه ظلم، يعني يقول حطوه في مكان فلان ووظفوه في مكان فلان من دون حق لأنه قريب وصديق، ما يجوز هذا.